طيب انا اتعلمت فونكس، اتعلمت صوتيات، اتعلمت الاسترس، ده لي ايه عشان ابقى فلوينت ان انجلش و سبيك لايك ا نيتيف؟ اتحدث زي، مش as a native like a native، زي النيتيف سبيكرز or closer، يعني تقترب من هذا. عند حضرتك حاجة تانية اسمها reduction. reduction اللي هو ايه reduction؟ تقليص الكلام، يعني بعض الكلمات بتنضغط في الحديث في اللغة الانجليزية. ابسط مثال على عملية الريدكشن، انا مثلا واحد يقول لي what's your name، اسمك ايه، فانا اقوم قايل له I'm Ali. يعني ما اقولوش I am Ali. Why؟ انا عملت ريدكشن في الحتة الاولانية، I'm Ali. ليه؟ لان هو ما يهموش المستمع listener، ما يهموش كلمة I am، سمعها قبل كده مليون مليون مرة، وعارف ان انت لما يقولك what's your name هتقوله I'm. ده انا اكزامبل بسيط بس على موضوع الريدكشن اللي هو تقليص الكلام او ضغط الكلام. فيهمه كلمة علي، يبقى يهمه الانفورميشن، المعلومة الجديدة هي اللي بنعمل عليها ستريس في قلب الكلام. ستريس في قلب الكلام، يعني الستريس ده بيبقى نوعين، ستريس على بعض الكلمات in البول ده سنس، بعض الكلمات اللي موجودة في الجملة بنعمل لها ايه؟ ستريس. ده نوع من انواع الستريس. نوع اخر من انواع الستريس اللي هو الستريس على بعض السيلابلز وبعضها الاخر لا، تمام؟ ده نوع يعني برضو درس من دروس ايه؟ السبيكينج، التحدث او الريدينج. هو الريدينج زي السبيكينج بالظبط. If you can read correctly, you can speak correctly. لو انت بتقدر تقرا بطريقه سليمه هتقدر كمان تتكلم بطريقه سليمه، وكمان الليسننج عندك هيبقى بطريقه سليمه، لان انت فاهم بقى هو بيعمل ايه بالظبط، بيخنق في امتى وبيسرع امتى وبيبطئ امتى وبيضغط على ايه، وايه اللي بيبقى واضح وايه اللي مش واضح. فبرضه بيبقى من دروس الليسننج. ده تاني يا جماعه، to speak fast, to speak fluently, you have to learn phonics, you have to learn the stress, you have to learn syllables, okay, and reduction اللي هو تقليص الكلام. كمان حاجة أخرى، حاجة اسمها intonation أو rhythm أو the music of English، موسيقى اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية يا جماعة تختلف عننا في اللغة العربية، احنا بنتكلم يعني غالبا بتون واحد، تمام؟ But English is like a boxing match، زي match box، بيبقى فيه يعني a bunch, a weak bunch and a strong bunch like that. Okay, 1-2, 1-2-2, like something like that. يعني احنا لما بنتكلم مثلا نقول how are you okay. يبقى الكلام بيطلع وينزل، ده اسمه intonation. في الانتونيشن طبعا ده بحر طويل، بس انا بدي فكره انت يعني كيف تقترب من الايه، من النيتيف سبيكر، وتبقى مقنع للي قدامك يعني، او تتحدث مع اجنبي ما يزهقش مننا او يمل مننا، أو تبقى مقنع لطلابك، أو يعني أغراض كتيرة طبعا للفلوينسي، للطلاقة. دلوقتي تاني أهو بقول إن أنت حضرتك عندك الانتونيشن. الانتونيشن دي بقى فيها falling rising rising falling، يعني ترتفع إمتى وتنخفض إمتى، لما يكون ال yes or no question تقوله إزاي، طب سؤال WH question تقوله إزاي، طب statement تقولها إزاي، تعلى فين وتوطى فين، ده اسمه الانتونيشن. مش عايز اتبحر فيه عشان احنا النهارده هنتكلم في حاجه الاهم على وجه الاطلاق من وجهه نظري، اللي هي لينكينج. ايه اللينكينج ده بقى؟ اللي هو ربط الكلام، كونكتد سبيتش، كلام المتصل ببعضه. وي دونت هاف ذا وايد بوزز، وي دونت هاف ذا
وايت بوزس، ما عندناش التوقيف البيضاء بين ووردز يعني اور امونج ووردز بين كل كلمه وكلمه، هتلاقي وايت سبيس فراغ ابيض، ده فور رايتنج للكتابه، مش المفروض ان انت تعمله في السبيكنج او في الريدنج. المفروض ان انت يبقى كلامك ايه كونكتد متصل مره واحده. فور اكزامبل، على سبيل المثال اسمع الجمله ديت and try to imitate me، حاول تقلدني، or try to say it. You can be more fluent than me. I don't know. Anyway, this is the sentence. Do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Again, do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Or do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? They are talking like that. هما بيتكلموا بالطريقة دي. يعني الجملة هي تاني لو احنا قلناها بطريقتنا احنا. Do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? طبعا الجملة كده بالطريقة اللي انا قلتها الأخيرة دي كانت أكتر من دقيقة ونص. You will look dull. You will look boring. No one can stand your speaking. ما حدش هيقدر يتحمل حديثك. اللغة الأجنبية لغة ممطوطة. يعني إحنا اللاين السطر واحد 10 words in Arabic can be translated into 100 words. يعني 100 words. حضرتك العشر كلمات بتوع ما إحنا ممكن يترجموا 100 كلمة. فهم عندهم الكلام كتير قوي، فلازم يبقى عندهم عملية اللينكينج سريعة. وإحنا كمان إحنا ما حدش فينا على فكرة، ما فيش لغة في العالم بتتنطق step by step like a robot، ما بتتنطقش زي الروبوت كده زي الإنسان الآلي كلمة بكلمة بكلمة بكلمة، ما فيهاش التقطيع ده. بس إحنا في اللغة العربية بنعمله تلقائيا automatic عشان دي لغتنا وإحنا سمعينها وكده. لكن يمكن لو انتقلت من محافظة لمحافظة ما تفهمش اللينكينج بتاعهم، ما تفهمش طريقة الانتونيشن بتاعتهم. هو اللي بيخلي فيه أكسنتس مختلفة عملية الانتونيشن، عملية الريثم، عملية اللينكينج نفسها، عملية الريدكشن. يعني بعض محافظات عندنا زي كفر الشيخ وبورسعيد ومدن القناة عندهم عملية الريدكشن ديت فظيعة، يعني بيقص الكلام، ينحت الكلام، معظم الكلام بيبقى منحوت خالص وما فيعني اقصد اقول احنا عايزين نتعلم بقى عملية اللينكينج. هعيد الجملة تاني. And if you may you can interact with me. وهنرجع برضو للفونيكس وللليترز اللي احنا بناخدها وساوندز اوف ليترز، بس انا بلبي رغبة البعض عند حضراتكم وهو موضوع مهم وله توقيت هنتدرب عليه اكتر. بس لحد ما يجي التوقيت ده انت حضرتك تاخد فكرة عشان تبتدي بقى من نفسك انت ايه، حتى ان لم تقول ان لم تقل هذا هتسمعه فهتخطف حتة في القراءة والريدينج something like okay. انا هقول الجملة تاني and try to say it in a loud voice. Do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? I'm hearing you Miss Doha. If you want to share us. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ سوري قولها تاني معلش يا مستر. حاضر يا فندم، حاضر. Do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Do you remember the day that Emma and Amy fell in the swimming pool? Anna and Amy fitting is the swimming pool swimming pool. Okay, you can write down what I said. You can write it down. ممكن نكتب كده بالراحة يا جماعة عشان الجملة تبقى قدامك أبسط easiest. Okay. Do you remember that day when Anna and Amy fell in
the swimming pool. يعني انت فاكر اليوم اللي ايمي وانا وقعوا فيه حمام السباحة؟ بالنسبه لهم الجملة دي it's an easy one. Okay. بعض الارشادات كده. Do you remember that day? That day. ما بقولش بقى that day. وإلا هنا هيبقى مش محتاج محتاج إن أنا مش هقدر إن أنا إيه أربط الكلام ببعضه وأقولها in one breath في نفس واحد. Okay. That day. When أنا when أنا ما نقولش بقى when أنا لا when أنا when أنا and Amy. مش and Amy and Amy. Do you remember that day when أنا and Amy fell in the swimming pool? ونحاول إن إحنا نجري على الحروف نجري عليها. مش نتك على أي حرف. مش ندي أي حرف حقه ومستحقه كاللغة العربية. لا. إحنا مستر إبراهيم لسه منضم علينا حاليا يا مستر إبراهيم. لقد فاتك نصف ساعة. عموما أنا I'm trying to record this episode. بحاول ان انا اسجل هذه الحلقة عشان تبقى موجودة للناس كلها ان شاء الله. يعني حاليا بيجري تسجيلها ان شاء الله. المهم anyone wants to share us with this sentence? اوه مستر احب اشكير. اتفضل يا فندم ميس نرمين. ماشي يا فندم اتفضل يا ميس نرمين اتفضل. Do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Very good, excellent. بس احنا بقى عايزين ايه حضرتك؟ يعني انت كده احنا ما هو ده اللي احنا بنحاربه يعني. يعني حضرتك ايه بالظبط ده اللي احنا بنقول يا جماعة مش هينفع. مش هيبقى لذيذ. مش اتكيت على حاجة يا مستر؟ انا قلت بسرعة. تمام. ما تكتيش وقلت بسرعة. جميل. يعني your reading is perfect. قرأت حضرتك ممتازة. روعة. ما فيهاش أخطاء. جميل جدا. لكن مش in one breath. مش في نفس واحد. هو لازم الجملة تتقال في نفس واحد؟ ما هو مش لازم. ما هو مش لازم. انت حضرتك دلوقتي عايز توصل لمرحلة الطلاقة الفلوينسي. عايز تبقى persuasive للي قدامك مقنع للي قدامك عايز تبقى fluent in English عايز تسمع الامريكان موفي or American song وتقدر تفسر كلامهم. If you want to do that you have to speak in one breath لان انت تو ما اتكلمت في نفس واحد خلاص هي دي الفولة يعني او الزتونة او ولا المشكلة فين بالضبط في أنهي مشكلة أن حضرتك بتعملي توقيفات بتقفي بعد كل كلمة Do طيب. you remember that day when again يا مستر Do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Very good, excellent, أحسن This is more favorable ده مفضل أكتر and better This is better Better than the last time. Amen. Anybody else? Anybody else who wants to stay? أحب أقول وعايز أقول بس كومنت لو سمحت. إحنا ساعات كومنت ساعات لما أنا عايشة برا فبتكلم مع ناس هم بيتكلموا إنجليش بس بالأكسنت بتاعتهم يعني Indian accent, for example. تمام. ساعات لما بنتكلم معاهم كده بسرعة مش بيفهمونا فبنضطر إن إحنا نقعد نتكلم يعني word word يعني مش نتكلم بسرعة. فده مشكلة تبقى عندي ولا عندهم ولا حاجة. لا هي المشكلة عند الطرفين المشكلة عند الطرفين لأن إحنا لو تحدثنا British accent أو American accent ما حدش يقدر يقول لنا أي حاجة يعني إحنا لو تحدثنا بأكسنت سليمة ما خلاص ما حدش يقول عندنا حاجة بقى كل واحد صلح من نفسه أما لو حضرتك شايفة مثلا إن أنت بتتعاملي مثلا مع Chinese بتتعاملي مع هند تمام
يبقى حضرتك لازم تاخدي بالك من الاكسنت بتاعتهم if you want to speak to them. يعني لو هم اغلبيه عند حضرتك وانت حضرتك محتاجه ان انت تتعاملي معاهم. على سبيل المثال عندي طالبات وطلبه في الكويت والسعوديه, التيشرز بتاعتهم انديان تيشر, مدرس هندي تمام او مدرسه هنديه, فبيكلموا بطريقه باكسنت بتاعتهم غريبه شويه عننا وعن الانجليش عموما واكسنت معترف بيها. فدول طبعا مضطرين ان هم يجاروا جوهم, ويعني انت الغرض من تعلم الانجليزيه او من تعلم اي لغه التواصل. فلو ما عندكش تواصل سليم مع الاشخاص اللي قدامك, يعني اللي رايح استراليا مثلا يبقى لازم يتعلم الاسترش اكسنت اللهجه الاستراليه, مش كده؟ اوكي اتفضلي فندم قولي. انا بنتظر حضرتك. اقول الستانس اللي حضرتك قلتها صح؟ يس. Do you remember the day when Anna and I fallen in swimming pool? كويس, better. بس احنا عايزينها بقى ايه تبقى ايه؟ That day when Anna مش when Anna, تمام؟ when Anna, بس it's better, it's good, it's pretty good. Okay. And تفضل يا فندم. ممكن اقول يعني؟ تفضل. Do you remember the day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Why is better? It's better. Good. Who else? ممكن اشارك يا مستر؟ تفضل يا ميس زينب تفضل. Do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Better, good, it's good. بس احنا عايزينها اسرع من كده ميس زينب. يعني عايزينها in one breath. You can, if you have a stopwatch, you can count mine. Okay? يعني انا قدامي اهو دلوقتي 10:58, يعني هتبقى Do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Again? Do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Yes, as a one continuous sound. كأنها كلمة واحدة. تمام. Do you remember that day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Better, it's better. Very good. This is better. The man. Who else wants to share us? Who else wants to share us? Mr. Muhammad Chalabi, do you want to share us? مستر ابراهيم الشريان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. Go ahead مستر محمد. Mr. Yes, I have the flu but I will try. Okay, go ahead. Okay. Do you remember the day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Do you remember Excellent. The day when Anna and Amy fell in the swimming pool? Excellent. Very good. Excellent. This is excellent. Anyone wants to share us? Okay. Ms. Doha? Yes, I will share. Do you remember the days when Amy and Amy falling in the swimming group in the swimming pool? Okay, you have another chance. You will have another chance. Do you remember that day when Anna and Amy falling in the swimming pool? Excellent, very good, better. That's better. And يعني at the end of this lecture, we can be more, هو ايه linking يا جماعة? What is linking? Linking, انت حضرتك, imagine that you are crossing a river. انت حاول تتخيل ان انت بتعبر نهر. فحاجة من اتنين. يا اما you will jump, هتنط تمام للناحية التانية. Or you can walk on a bridge أو تمشي على كوبري. تمام؟ الحل الثالث يبقى هتغرق نفسك وتبل رجليك، احنا مش عايزين وتوسخ الشوز بتاعك. مش عايزين الحل الثالث اللي هو بقى هنمشي في المايه، لا. أنت حضرتك يا إما you will jump if you can jump
or you will build a bridge او هتبني كوبري. احنا مش بمزاجنا، احنا هنمشي كالقواعد المتبعة امتى نعمل كوبري وامتى وامتى نعمل ايه وامتى نعمل جامب. عشان يبقى الـ speech continuous، الحديث مستمر. فأنت حضرتك لما تلاقي يعني the same letter at the end of a word، نفس الحرف في نهاية الكلمة and at the beginning of another word، وهو هو في بداية كلمة تانية، يعني النهاية هنا هي نفس البداية هنا، زي عندنا في الإكزامبلز في الورق اللي معانا that turtle that turtle that turtle that turtle هيبقى كأنهم one word. هقول that turtle that turtle، لا this is wrong، هتبقى ايه that turtle just one t that turtle that turtle. Okay. Now, for example, another example. Read daily. Read daily. Read daily. Or scrap paper. Scrap paper. Scrap paper. يبقى لما يكون أو آخر حرف هنا أو مش آخر حرف بقى، أنا آسف جدا وبعتذر عن الكلمة دي تاني، بعتذر عن الكلمة دي كمان مرة، بعتذر بشدة. مش آخر حرف، آخر sound، آخر sound، آخر sound is the same sound at the beginning، هو نفس الصوت في بداية الكلمة اللي بعدها. يبقى we will say one sound، صوت واحد بس، صوت واحد فقط. Okay، ودينا examples زي اللي قدام حضراتكم. برضو عندنا لو omitting a sound، omitting a sound you can omit some sounds، ممكن تحذف بعض الأصوات ما تقولهاش خالص، وخاصة صوت ال ت وال د ت د ت د between two consonants، بين اثنين ساكنين. لو لقيت يعني هنا sound ساكن وهنا sound ساكن وهنا consonant sound and between them there is a t sound or a d sound، you can omit the t sound or d sound، ممكن تشيل هذا sound تماما. For example kept going هتبقى kept going. Okay. تاني يا مستر، بنحذف امتى؟ between two consonants. يعني بص حضرتك، احنا عندنا kept k e p t kept going g o i n g، ال t sound is between p and g between p and g sounds، يعني بين ال p وال g. تمام، يعني between two consonants او between two consonants، يبقى احنا هنحذفه، ما نقولش kept going، ما kept going، يبقى احنا هنعمل ايه كده، بنعمل pauses، بنعمل توقفات. تمام، فاحنا مش عايزين هذه pauses، مش عايزين هذه pauses، هذه التوقفات، وعايزين نوصلهم ببعض، link them، connect them. بمناسبة connect them، أهيبوا بحضرات إخواتي وأبنائي، إحنا المنهج بتاع أولى ابتدائي يا جماعة ما اسموهوش connect، تمام، اسمه connect، connect، ما فيهوش stress في المقطع الأخير، okay. كاب جوينج، يعني احنا بنحذفها يا مستر لو جت بين صوتين تو كونستانت، بس هي يعني يكونوا الاثنين مش في نفس الكلمه، صح كده؟ ولا لو جت بين اثنين كونستانت، انا عايز لينكينج فقط. لو جت بين تو كونسوننتس في كلمه، ده كده حضرتك اسمه سايلنت ليتر، حرف سايلنت،
واحنا هنتعرض او تعرض بنتعرض كل ساوند بنتعرض هو بيبقى سايلنت امتى. واحنا ليه مش كملنا الحروف اصلا في قلب الكلمه؟ ده موضوع تاني. انا ما بتكلم على ان احنا ايه، ان احنا ان احنا حضرتك بس ايه نعمل لينك للكلام، ربط للكلام ببعض. اوكي For example, another example. لو احنا بنقول diamond ring. Diamond ring. Diamond اللي هو الماس. Ring خاتم. عايزين نقول خاتم الماس. ما نقولش بقى ايه diamond ring. والD مش silent. D, it's not silent here. Diamond. بس هي silent in speech. Silent في الحديث. هتبقى diamond ring. Diamond ring. يمكن كمان الN مش هيبقى عليها يعني مش هتبقى ظاهره قوي، وفي نفس الوقت انا ما قلتش ان هي سايلنت وما تخفاش، ما حدش يقول دايامورينج. دايامورينج يبقى انت، او ديمورينج يبقى انت غيرت ايه، غيرت الكلمه خالص. لا، هو انت نخنف سنة في الان عشان هي في النهايه دايامورينج. دايامورينج 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 اللي هو الايه الخاتم الناس. برضو هنا ايه اللي حصل؟ That sound is between N and R. Between N and R sound. بين ال N وال R sound. They are two consonants. وهم الاثنين consonant sounds. أصوات ساكنة. We will omit the that sound. وطبعا ال N مش هيبقى عليها ايه؟ تدقيق. تمام؟ احنا على فكرة 100% versus Arabic. 100% ضد العربي، ضد اللغة العربية. لذلك ليا أصدقاء في اليونايتد ستيتس، وأكيد حضراتكم لكم أصدقاء عايش مثلاً 25 سنة برا ولا حاجة. He can't speak Arabic well. ما بيقدرش يتكلم لغة عربية بطريقة سليمة. ليه؟ لأن المسلز فيس، الفيشل مسلز، عضلات الوجه والارتيكوليترز اتأقلمت على طريقة معينة، بتلاقيه بيعمل نفس قواعد، نفس الرولز بتاعت اللينكينج وبتاعت الاسترس وبتاعت الانتونيشن وبتاعت الريدكشن بيعملها في كلامه في اللغة العربية. زي بروفيسور كرم أنيس كده، لو تسمعه هو بيتكلم عربي يعني I'm going to imitate him، هقلده كده. يقولك ايه، هلو صباح الخير من أمريكا يا ويكا، بيتكلم بالطريقه دي والله. يعني ايه، هو بيعمل نفس الرولز، هو يعني مش واعي لكده، بيتكلم بنفس الرولز اللي الامريكان بيتكلموا بيها، بيتكلم بيها لغه عربيه. تمام، رغم ان هو سافر يعني ما عنده كبير، يعني مش صغير، سافر 25 30 سنه، ولكن بقاله هناك 25 30 سنه، فبرضه ايه نفس المنطق بيطبقه. طيب احنا كده خدنا omitting some sounds، حذف بعض الايه، بعض sounds. changing sounds، changing sounds، ودي بقى اللي هو ايه بيقترب من الامريكان accent قوي قوي قوي، فبيغير بعض الاصوات. changing some sounds، تغيير بعض الاصوات، وهي مش موجوده قوي في البريتش accent، هي موجوده في الامريكان accent. اللي هو ايه، انت عندك ال ال تا sound before a y sound. T sound before a y sound. هتبقى ch ch ch. هتقلب معاهم ايه؟ يعني مثلا مش don't you او don't you. لا. Don't you. Don't you. Don't you. Don't you. Don't you. هتبقى t قلبت ايه؟ ch. Don't you. Don't you. Don't you. Don't you. برضو الدا ساوند، دا ساوند قبل يا ساوند، هي القصه في اليا ساوند. الدا ساوند قبل يا ساوند هتبقى ج 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
Déjà, 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 déjà. Okay. يبقى ده ايه؟ اسمها converting some sounds or changing some